بسم الله. في الكول داون عندنا سيلف مايفيشال ريليز اللي هي عضلات الرجلين، زي ما عملنا في اول التمرين بالظبط. هنشتغل على نفس المجموعات العضليه 30 ثانيه. ممكن اشتغل ثبات. طب لو هشتغل ثبات هشتغل ازاي؟ انا هتحرك كده لحد ما اشوف اكتر نقطه في العضله عامله لي الم واثبت عليها. هي دي بقى اللي محتاجه ريليزنج، بقى هي دي اللي محتاجه ان الواحد يعمل لها يعني ايه، يعمل لها تحرير اللفافه العضليه 30 ثانية، أو ممكن أتحرك حركة خفيفة على حسب ارتياحي أنا 30 ثانية. وهشتغل برضو على الخلفيات، على الخلفيات، الأعضاء الخلفية، تمام. 30 ثانية أحط رجلي اهي عشان أبقى ضاغط برجل واحدة بس، والسمانة أو التوأمية أو عضلة الجاستروسينيماس وتحتيها السوليوس، تمام. 30 ثانية طبعا لكل رجل يعني، والجلوتس ماكسيماس أو عضلة الإليا 30 ثانية. طبعا لازم أن تحس ان انت ضاغط على العضلة وضاغط على الحتة اللي فيها ألم، وتحس ان انت حصل استشفاء فعلا، فاهمني؟ يعني ما تبقاش حاطط مثلا الفوم رول بزاوية وجاي على بروز عظمي ولا حاجة لا انت اكيد يعني. احنا عندنا بعض الاختلافات بس في الايه، في حجم الكتلة العضلية ونسبة العظام وما الى ذلك. فانت تبقى لازما انا كده حاسس ان انا مستهدف العضلة بالظبط، ايه في الم، وبعد ما بعد ال 30 ثانيه بحس ان خلاص حصل استشفاء. طبعا 30 ثانيه لكل جنب، كل عضله، زي ما عملنا في اول التمرين.